كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عاد في جوال، ما في واتساب، تطبيق المراسلات الأكثر استخدام في العالم. يوميا تجيك مئات الرسائل من هنا ومن هناك، وتنضاف بدون إذن في جروبات، هذا غير الرسائل الجماعية. كل يوم صباح الخير مساء الورد، شيء مكرر وشيء محول وشيء جديد وشيء قديم وشيء غريب، وإشاعة وعاجل وطرف علم، يعني ما تيجي نهاية اليوم إلا جوالك غرقان بالزحمة لدرجة تضيع فيها محادثاتك المهمة. فالأفضل لو تستأذن من الناس قبل ما ترسل لهم رسائلك الجماعية يا أخويا. بس لحظة، لا ترسل لهم إذا كنت لا ترغب في رسائلي، أخبرني لأنه أنا حخجل، لأنه كثير صدقني بيخجلوا. جرب ترسل لهم بالعكس، إذا كنت تبغى أرسل لك كل يوم قل لي وحتشوف الفرق. هذه كلمتين مني أنا زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.